أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: في المستشفيات قبل أن يقوم الأطباء بعملية من العمليات يطلبون من المريض أن يوقع على ورقة على أنك إذا مت لسنا مسؤولين عنك. إيش؟ يقول في أحسن الله إليك: في المستشفيات قبل أن يقوم الأطباء بعملية من العمليات يطلبون من المريض أن يوقع على ورقة على أنك إذا مت لسنا مسؤولين عنك، مع أن العملية لا تحتاج إلى ذلك لسهولتها كالزائدة مثلا، فهل يجوز التوقيع؟ نعم، يجوز التوقيع إذا كان المريض بالغا عاقلا، إذا كان المريض بالغا عاقلا فإنه يوقع على عدم مسؤولية الأطباء عن ذلك إذا حصل خلل. أما إن كان غير بالغ أو غير عاقل فإنه يوقع عنه وليه، يوقع عنه وليه. نعم.